السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم. الله أسأل أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم أمين يا رب العالمين. ومع حلقة جديدة من فتاوى السلام، والله أسأل أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. ومعي ومعكم فضيلة الأستاذ الدكتور محمد حسن عبد الغفار. أهلا ومرحبا يا دكتور. أهلا وسهلا، كما تشرف بحضرتك. شرف لي والله. آمين. ومتعكم الله بالصحة والعافية ونفعنا الله بعلمكم. آمين. اللهم أمين. سائلة تسأل عن كيفية صلاة التسبيح ووقتها. نعم شيخنا الكريم. الحمد لله وكفى وسلام على عبده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، على صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفة. بعد، صلاة التسبيح من أعظم الصلوات نفعا، من النوافل التي يعني ثبتت، وإن تكلم على أسانيدها بعض العلماء، لكن على الأقل 40 محدثا يحسنون هذا الحديث، والحديث فيه فضل عظيم جدا. في سنن أبي داود قال النبي صلى الله عليه وسلم أنها تكفر الكبائر، يعني تكفر الصغائر وتكفر الكبائر. ما أدري من المغفل الذي يمكن أن أترك لنفسه، يعني المغفل معناه الذي أصابته الغفلة. أيوة نعم. عشان الناس يحسبون أن هذه سبة أو شيء من ذلك. المغفل الذي أصابته الغفلة أنه يغفل عن مثل هذا الأجر العميم العظيم، وهو أنها تكفر الصغيرة وتكفر الكبيرة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول للعباس صليها في اليوم مرة، أو في الأسبوع مرة، أو في الشهر مرة، أو في العام مرة، أو في العمر مرة. ففضلها عميم وعظيم. وقتها تكون في الأوقات التي جاز فيها الصلاة، غير أوقات النهي كبعد صلاة الفجر أو بعد صلاة العصر لا تصلى. باقي الأوقات لها تصلى، صلى من ليل أو نهار. كيفية الصلاة: يكبر ويقرأ الفاتحة وسورة قصيرة، تسبيح كثير، ثم يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. شوف هذه ثلاثة، والآن على الخمسة يبقى 15، 15 مرة يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، ثم يركع الله أكبر فيقول 10، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، عده 10، ثم يرفع سمع الله من حمده 10، ثم يسجد 10، ثم بين السجدتين 10، ثم السجدة الثانية 10، ثم الجلوس بعد السجدة الثانية 10، ثم يقوم. يبقى إذن يأتي ب 75 تسبيحة هنا، والركعة الثانية يصل إلى 75 تسبيحة، فيكون 150 ويسلم، يستغفر، يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يقوم يأتي ركعتين مثل ركعتين، يبقى يصل إلى 300 تسبيحة في الأربع ركعات بينهما سلام. يسلم بعد ركعتين يسلم، ثم ركعتين ويسلم، وبهذا تكون تتم صلاة التسبيح. وكما قلت، من ضيع مثل هذه الصلاة أصابته غفلة، ليس بعدها غفلة. تصلى في أي وقت؟ في أي وقت إلا أوقات النهي، أوقات الكراهة يعني. أي نعم. نعم، بارك الله فيكم دكتور محمد، وجزاكم الله خيرا، وإليكم أحسن الله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تقول: لو الزوجة طلبت الطلاق بسبب سوء عشرة زوجها، وطبعا معاملة غير سوية من ضرب وسب وغير ذلك بسبب وبغير سبب، وعندهما أو لديهما ثلاثة أبناء، الحقوق يا شيخنا، يعني لو طلبت الطلاق وطلقت في هذه الحال ما حقها؟ يعني أقول لو تصبر عليه وتعينه وترفق به وتدل على الخير. نعم، ضرب النساء مرفوض، قال الله تعالى: وعاشرهن بالمعروف. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الله الله في النساء، اتقوا الله في النساء. وقال: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، وخيركم خيركم لأهلي، وأنا خيركم لأهلي. فيعني الأولى في هذا الباب يعني أن يكون من أحسن الناس خلقا مع زوجه. النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءت فاطمة بنت قيس وقالت: خطبني أبو جهل وخطبني معاوية، قال: أما معاوية فسألوك. طبعا أيضا البله يحسبون أن هذه مسبة، ولا مسبة، وقال حتى فسرها: صعلوك لا مال له، لا مال له، يعني فقير، وعندك أصلا الدين الذي تقدم، معاوية دين، جاء الدين أيضا وأكثر منه ديانة وأغنى منه، فيقدم هذا عشان المصالح، لأنه قال: انكح أسامة. لكن أنا أريد الشاهد من القصة. قال: وأما أبو جهم فلا يترك العصا من على عاتقيه. فسرت كما في السنن كان يضرب النساء، وفسرت أيضا بأنه كثير السفر. فطبعا كثير السفر الوحشة كل ما ضرب النساء، هذا ليس بخيركم من يضرب النساء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس بخيركم من يضرب النساء. فسوء العشرة هنا ظاهر في هذا الباب. أقول: لو صبرت عليه من أجل الأولاد
وتعينه وأيضا تحسن كلما أساء هو تحسن هو، إن لم ينضبط يبقى إذا يعني يتفرق ويغني له كلا من ساعته. فإذا حصل الفراق لها لها حقها المهر. إن كان المهر المقدم والمؤخر ونفقة ومتعة متعة عام، وبعد كده النفقة يعني إذا كانت في العدة فيكون لها نفقة العدة. فإن كان لها أولاد صغار يبقى لها سكنة ونفقة ونفقة الأولاد. نعم بارك الله فيكم شيخنا الكريم. سائل يسأل عن حدود العلاقة بين الخاطب والمخطوبة، وهل يجوز لهما أن يجلسا بمفردهما مع وجود الأهل حولهما عن بعد، يعني قاعدين بس شايفينهم. يعني خاطب إذا هو لم يكتب الكتاب، لم يعقد، هو أجنبي، ما زال أجنبي، لكن هو واعد بالزواج وعرف عند الناس أنه الزوج. فالأولى عدم جلوس معها منفردا، لأنه أكيد هيكون في تقارب في الجلوس، والتقارب في الجلوس هيكون في تقارب في الكلام، التقارب في الكلام هيؤدي إلى أن يكون الأمر على التمام. ما يعني ما يمكن الإنسان أصلا يصبر على المرأة ولا المرأة تصبر على الرجل، ولا سيما أن هما بعاد عنه حتى لو كان حوله، ممكن يمسك يدها بأي وسيلة. فأنا أقول طالما خاطب مش عاقد، يعني الأولى إذا جلس يجلس معه المحرم، هاو يجلسون في مكان كهذا الاستوديو كده وهم حوله بهذه الطريقة، انتهى الموضوع كده، ما في خلوة أنه يخلو بها لأنه أجنبي عنها، فلا يجوز أن يخلو بها. نعم شكرا كريم بارك الله فيكم. يعني طبعا الآن الشباب والفتيات إلا من رحم الله تحت مسمى الحب والعاطفة والوعد بالخطبة أو الزواج، يعني ربما يعني الله يغفر لنا وعافينا ويغفر لنا جميعا، كلنا نقع في هذا، نسأل الله العافية. وإلا فالحب يجر الإنسان، والشرع لا يمنع الحب، لكن لابد أن يصل إلى نهايته. لا يرى للمتحبين سوى النكاح. أنا لا أقصد الحب، أنا أقصد الأثر، يعني بعضهم يتجاوز في التعامل. خلاص سوى النكاح يبقى يتزوج، يعني يعقد والعاقد زوج، فله أن يخلو بها، له أن يسافر بها، نعم، له أن يجلس بها، هذا هو. فالعاقد زوج. نعم جزاكم الله خير دكتور محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مجموعة من النساء يجتمعن على الأكل والترفيه وضرب الدف والرقص بدون مناسبة، يعني قعدت نساء وأكل وسمر وضرب الدف من غير مناسبة، لا فرح ولا عرس ولا أي شيء. ده سائل يسأل أو سائلة تسأل؟ مش سائل يسأل، يسأل فيش في هذا، هو مخرج سائل، مش ممكن يكون سائل يسأل على هذا الباب، وهي سائلة أكيد أنها تجتمع مع النساء ويكون في سمر ويكون في رقص ضرب الدف. أصلا ضرب الدف يعتبر من أيضا آلات الطرب، وضرب الدف نقول أنه مرخص فيه في الأعياد وفي الأفراح، وفي إن كان في نذر، لأن المرأة قالت للنبي صلى الله عليه وسلم نذرت أن أضرب على رأسك بالدف إن ردك الله لنا سالما، قال أوفي بنذرك. وأيضا مسألة الأفراح والأعراس، قال أعلنوا النكاح واضربوا عليه بالدفوف. وأيضا قال يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم أما أتيتم إلى الأنصار إنهم يحبون ذلك، أتيناكم. فضرب الدف في الأعراس أيضا في هذا الباب، وبعضهم أيضا قال في الختان أو في الختان، نعم وغير ذلك، قالوا بجوازه كالشافعية وغيرهم. لكن ضرب الدف هكذا سمر في حديقة فضرب الدف وقامت المرأة ترقص، لهذا ما يجوز حتى لو في مكان، لا هذا ما يجوز في غير يعني. أنا ما أتكلمش على المكان، ما أتكلم على مسألة الضرب نفسه، وكان في البيت حتى لو في البيت تضرب وترقص، ما فيها هذا مرخص فيه بتوقيت. والذي جاء والذي جاء مرخصا فيه في قاعدة عند الحنفية يقولون ما خرج عن القياس فغيره عليه لا ينقص. الأصل أن آلات الطرب ممنوع منها، وفي خلاف فقهي، أنا أتكلم على ما أدين الله به، إن آلات الطرب ممنوع منها أصلا، فمرخص فيه مسألة الدف. أبو بكر لما دخل وجد جاريتين تغنيان ويضربان بالدف، فماذا قال أبو بكر؟ أمزمور الشيطان في بيت رسول الله، أمزمور الشيطان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل أنكر عليه؟ ما أنكر عليه، أقر، لكن ماذا قال له؟ قال يا أبو بكر دعهما فإن اليوم عيد. صلى الله عليه وسلم. نعم شيخنا الكريم، ما رأي الدين؟ ما في شيء اسمه رأي الدين. أنا أعرف السؤال، أنا أعرف السؤال، بس أنا ببين عشان يعني. نعم جزاكم الله خير. ما الحكم؟ أو هي السائل قال هذا وحضرتك صوبت له جزاك الله خيرا، في من عرف عنه أن عينه تحسد ولكن لم يقصد، ولكن إذا شاف حاجة يحصل لها مكروه دون قصد
منه بالحسد، ولكن بدأ يقول على أي شيء؟ لعلنا سألنا هذا السؤال، سألنا هذا السؤال في الفتاوى الماضية سألنا هذا السؤال وأجبناه وشفينا فيه وقلنا فرق بين العائن وبين الحاسد، وهو الحمد لله أدرك وقال تبارك الله تبارك الله الله أكبر الله أكبر. نيما يعني بمثابة التوبة، يعني هو مش توبة، هو ما لم يقصد، هو قال عائن ما قال حاسد. فرق بين العائن والحاسد، الحاسد يتقصد ذلك خبث نفس لا يهدأ له، لا يهدأ له بال وهو يرى النعمة على المحسود. فلكن العائن لا، العائن مشكلته أنه إذا رأى أسقط مرة. رب يحفظ الجميع. ولذلك ينبغي أن الإنسان إذا رأى شيئاً أعجبه أن يبرك، أن يقول تبارك الله، يقول تبارك الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله، يعني ولولا إذ دخلت جناتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله أنت رأينا أقل منك مالاً وولداً. فإذاً الإنسان قد يحسن يعني يرى نفسه يعني يكون لنفسه أو لأهله أو لولده أو لزوجه، هو مش متحكم. وسبحان الله طبيعة في بينظر ماذا يسقط الساعة تسقط يعني المسألة بما يحسد المال لأصحابه مثلا في هذا البال. لكن هذا كما قلنا أنه الحمد لله علاجه أنه يذكر الله فلا يقول ما شاء الله ولا قوة إلا بالله، يقول تبارك الله الله أكبر الله أكبر. إذا نظرت المرأة في المرآة أو الرجل أو رأى ابنه يأكل أو يشرب أو على يقول يعني ذلك، يقول ذلك. بارك الله فيكم شيخنا الكريم. يقول عندي مال ما شاء الله، مال زكاة يجب عليه إخراجه، فهل لي أن أشارك به في حفر بئر كصدقة جارية؟ لا ليس كذلك. والمال الزكاة له أصناف، والأصناف حدها الله في الكتاب، لا يجوز التعدي والتجاوز عن هذا الحد. قال الله تعالى إنما صدقات الفقراء والمساكين والعاملين عليها، ما يجوز له بحال من أحوال أن يفعل ذلك. وإذا حفر البئر بهذا المال وجب عليه أن يخرجها مرة ثانية. نعم شيخنا الكريم بارك الله فيكم، ربي يرضى عنك. يقول حول حكم عملية تكميم المعدة، ما الحكم؟ إن كان كي فيكون على الكراهة، يعني كان التكميم هذا بكي ويكون كيا فإنه يكون على الكراهة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال علاج أمتي في ثلاث: شرطة محجم وشربة عسل والكي. قال وأكره الكي، وإن كان الكي يعني ورد فيه أقوال ثلاثة، أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني فاطمة يعني أوقفت الدم من وجهة النبي صلى الله عليه وسلم بالكي، يعني أخذت حصيرا فجعلته رمادا ووضعت الرماد على خد النبي صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي الأنور، فمنع نزول الدم. وايضا عباده او غيره اصيب في اصبعه وكواه النبي صلى الله عليه وسلم او امر به الكي، لكن في الاصل ان الكي مكروه، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال واكره الكي، لا سيما انه يسقط ايضا من اصحاب التوكل. قال 70,000 يدخلون الجنه بغير حساب ولا سابقه عذاب. قال الذين لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتبون على ربهم يتوكلون. فاذا كان التكميم من الكي فهو على الكراهه، ولم يكن من الكي ولا مضره في البدن، مع ان نعرف ان لها مضره، مضرات كثيره جدا بتحدث له، وبعدين بتمتد ايضا ثاني، تصبح معده الطفل بيبقى فيه اضرار وما يستطيع يستقر له. فان كان في اضرار، وبعض العلماء بعض الاطباء يعني، لان ده التخصص الفتوى هنا عند الطبيب، قال ان في اضرار ممكن ما يحتملها انسان، ممكن تصل الى ان تودي بحياتي، يبقى محرم استخدامه. طب احيانا الطبيب يقول له لازم تخس، وطبيعه جسمه مش هيخس الا بالعمليه دي، ينظر بقى في المفاسد والمفاسد، يعني نشوف بين مفسدتين ايهما اعظم. لو لم يخس هيموت، هيحصل له ضغط، هيحصل له سكر، حفظنا الله وحفظكم جميعا من ذلك. فنقول له الان المفسده اقل انك تعمل التكميم ده وتاخذ بارشادات الطبيب حتى لا يكون فيها مضار عليك. لكن في الحالتين كما قلت، ان كان الاطباء قالوا لا ليست كيا، اذا كان كيا فهي على الكراهه، ان قالوا لا ليست كيا وقالوا ان ما فيش اضرار فادحه تظهر في هذه العمليه، يبقى اذا على الجواز. نعم شيخنا الكريم بارك الله فيكم. سائل يسأل يقول طويل قليل، هو سؤال طويل شويه، طب بس دليل عشان بيزعجني اقول فات غير دليل. قال تعالى ولا تقتلوا انفسكم. ايوه ده السؤال الاول. كان بكم رحيما تكميم المعده. نعم. واذا قلنا لا ده اصلا لو بقي على ذلك سيهلك، نقول خلاص. قال النبي صلى الله عليه وسلم تداووا عباد الله ولا تداووا بحرام. نعم بارك الله فيكم شيخنا الكريم. سائل يسال ويقول، معلش السؤال يعني طويل شويه مولانا، وهنختصر قدر المستطاع. هي سائله تقول انها كانت على خلافات مع زوجها، ثم وجدت احدهم يتقرب لها عبر الفيسبوك، يعني احدهم يعني احد الناس نسال الله العافيه، رفضت التجارب معه في البدايه، تتجاوب معه في البدايه، ثم وقعت معه في اخطاء عبر النت، ثم اكتشفت انه كان زوجها وفعل ذلك خصيصا لكي يوقع بها ويفضحها، نسال الله العفو والعافيه،
وفعلا فضحها عند أهلها وهم الآن يسيئون معاملتها بسبب هذا الخطأ، مع العلم أنهم من البداية يعاملها بقسوة. هو سيء العشرة معها في خلافات، سيء العشرة وسيء الأدب وسيء النية وخبيث النفس وخبيث الفعل في كل. وأنا أصلا والله ما لا لست من يقول ألوم عليها، لكن هي أخطأت بلا شك، طبعا أخطأ الخطأ والخطأ إن شاء الله يكون مغفور، لكن هذا رجل خبيث النفس. يعني هذه خسة في التعامل، خسة يا رجل، ماذا تفعل؟ أنت تريد أصلا توقع، أنت الذي أوقعتها، أنت الذي تتحمل كل هذا. هي بشر مش ملك، وأنت الذي أوديت لها بالأسباب التي تقع فيها ذلك. هذا خبيث النفس، خبيث الفعل، وعلى أوليائها أو على يعني أهلها لا يسيئون التعامل، ويقولون لها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة: إن كنت ألممت بذنب فاستغفري فسيغفر الله لك. لا، هي عادت، هي عادت إلى البيت، أهلها لما ضغطوا عليها ورجعت، وبتحاول انها تستغفر ربنا سبحانه وتعالى، ولكن من اجل الابناء والاولاد وكده. قلت لك هو خبيث النفس، هذا خبيث النفس، هذا لا يستحقه. لو انا عليا اقول لك تطلق منه اولى، والله ارزقها بخير منه، يخلف الله عليها خيرا منه، لانه خبيث النفس، انه اراد ان يوقعها في هذا ويفضحها، هذا خسيس خبيث النفس، نسال الله، وخسيس الفعل. فهي عامه انا طالما هي في بيتها الان اقول لها اتق الله فيه واحسني اليه وارفقي لاولادك، و ومن وإنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. لكن البقاء مع 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 صاحب الخسة، البقاء مع خبيث النفس لا جدوى فيها، فيها ما فيها من البنت دي هتنقهر، وهو سيعيرها في كل مرة لأنه خبيث النفس، ستنقهر هذه البنت، نسأل الله العافية. فالأولى بها الفراق، هي تفرق يغني الله كلها من ساعته، والله يخلف عليها خيرا منه. نعم شيخنا الكريم، سائلة كريمة تسأل: هل العمل في الكوافير حرام؟ وتوضيح، يتوضح أن طبيعة عملها هو تنظيف وجه المرأة أو العروس وتجهيزه قبل وضع المكياج، بس دي طبيعة عملها في المكياج. إذا تفعل ذلك وتفعل مع كل الناس بهذه الطريقة، بهذه هي يعني بتساعد على من يتبرج بذلك، حتى العروس لو كان العروس في الأفراح والأعراس المختلطة وأيضا أنها متبرجة وغير ذلك، هي ساعدتها على التبرج، وهذا من باب التعاون على الإثم والعدوان. أنا أقول لها إن أردت أن تعملي في هذا المجال تعملي في من لا يتبرج بهذا بهذه الصنيعة أو الصنعة في إتقان إظهار المرأة في أجمل ما تكون أبها لزوجها، نعم، للعراس الغير مختلطة نعم، لكن متبرجة وغير متبرجة وتأتيها، هذه تعاون على الإثم والعدوان، لأن هذه فتنة وهي تساعد على هذه الفتنة، فلا يجوز لها. نعم، نسأل الله العفو والعافية. سائلة أخرى تسأل عن الإفرازات الدموية التي تسبق الدورة الشهرية بيوم أو يومين، هل هذه تمنع الصلاة والصلاة الصلاة والصيام؟ نعم، أنا إلى هذه ليست إفرازات دموية. اللي بينزل عادة مع المرأة قبل الحيض بتكون السفرة والقدرة، قبل أم بعد؟ قبل، وبعد أيضا بعد ما انقطع الدم قبل أن ترى الطهر بتكون السفرة والقدرة. فبيكون السفرة والقدرة أو قل قطرات بنية. أي هل هذا من زمن الحيض؟ ليس من الدم، اصلا الحكم يدور على وجود الدم اللي هي قبل، كما قال الظاهرية وغيره، التي قبل الدم، التي قبل الدم لا يعتد بها. وايضا بعد الطهر لا يعتد بها. كنا لا نعد السفرة والقدرة بعد الطهر شيئا كحديث ام عطية. فهنا اقول القطرات البنية بتنزل، هذه دي اسمها ارهاصات، يعني مقدمة على ان الحيض سياتي. هي لا تغسل المحل وتتوضا وتصلي وتصوم، أول ما ينزل الدم تتوقف، لأن الحكم دائر مع الدم لعموم قول الله تعالى: يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. فالدم الدم هو الحيض والحيض هو الدم. نعم، بارك فيك دكتور محمد ومتعكم الله بالصحة والعافية ونفعنا الله بعلمكم. أيضا أخت كريمة تقول إنها أصيبت بحادث في وجهها، لا بأس طهور، ربما أثر على نظرها أو على شيء من هذا القبيل، ثم طرق بابها أحد جيرانها ودخل مستغلا ظروفها وحاول الاعتداء عليها، لكنها استطاعت الهرب قبل أن يتم فعله، سلم يا رب. بعد ذلك انعقد مجلس عرفي وحكم عليه بدفع غرامة تعويضا لها، لكنه تهرب من الدفع، فنصحها البعض أن تحرر ضده محضرا متهمة إياه بالاغتصاب الكامل. طبعا هو ما حصلش، هو حاول الاغتصاب، وفعلا قامت بذلك لإجباره على الدفع. بعد ذلك وهو دفع المبلغ بالفعل لكي تتنازل عن المحضر، هي تسأل عن حكم اتهامها له بما لم يفعل،
بشكل كامل لاستطاعتها، يعني لأنه هرب من ذلك. وتسأل أيضا عن مدى حل أو حرمة المال الذي أخذته منه. نعم شيخنا الكريم، هذا هو السؤال. يعني هو حاول أن أنا أعلم أعلم أنك مندهش طبعاً من فعله أولا يعني. نعم لازم أفكر أولا. بارك الله فيك شيخنا، أحسن الله فيك. وعليك أحسن الله. هو طبعا هو استغل ظروفها، وأن ده أثر على نظرها، لكنه ما اغتصبها، لم يغتصبها، هي دافعت عن نفسها والحمد لله لم يتم الاغتصاب الكامل. لكن لما تهرب من الحقوق بعد المجلس العرفي، المجلس العرفي على أساس حكم بذلك بالتعويض، على أساس المفروض يكون قاضي مثلا، هو يعني قاضي وكيل الأمر مثلا، على يكون تعزير، وتعزير بالمال فيه فيه نظر، والأحكام العرفية هذه يعني نحتاج فيها إلى الشرع والذي يضبط. من يقول أنه لو هجم عليها وأراد أن يفعل ذلك أنه يغرم بهذه الدية مثلا، يغرم بهذا المال اللي بس هو أجرم، هو أجرم ماشي، له وللأمر له أن يعزره. حتى تعزير المال لابد يكون مسألة نابعة من ولي الأمر، أما ما نجعل المجالس العرفية هي التي تتحكم. فلذلك أنا يعني قلق من هذا الباب ومن هذا يعني طب الحكم. حكم يعني بالدرجة كده يتبلت عليه. هو في الأول حاول اغتصابها، لسه ما اغتصبهاش، هي قالت أنه اغتصبني اغتصاب كامل وخدت منه مال، فحكم هذا الادعاء وحكم هذا المال ده هذا لا يجوز، لأن هي أصلا كذبت فيه. كانت تقول أنه تعرض إليها وكاد يغتصبني، تقول الحقيقة، تقول الحقيقة في هذا الباب، كان لها أن تقول بذلك. وإذا كان هو رضاها بالمال رضا مش مجلس عرفي صح ذلك، لكن مجلس عرفي وش سبيل الشرع إلى ذلك في هذا الباب. وهذا أيضا لأنه لم يغتصب ما عليه أصلا في حد الشرع إلا التعزير. فإذا قلنا التعزير بالمال، ولي الأمر هو الذي يعزر بالمال، لا المجالس العرفية. لذلك أنا أقول لابد أن تستسمحه، تقول أنت فعلت كذا وأسأت وتعديت، وأنت دفعت، أنا رضيت بالمراضاة أنك رضيتني بهذا المال. فإن تسامح، ما تسامح تنظر يعني هل ترد عليه المال؟ ترد عليه المال أحوط لها يعني. أحوط لها في هذا الباب. وطبعا هو بلا شك هو الذي أخطأ في البداية. طبعا هو أصلا لابد أن يرضيها يعني، فاهمني؟ ولابد أن يرضيها. وأنا أقول أنه لو كانت في البداية يعني ما كذبت وجعت المحضر لحرارته على الصدق، كان كل شيء يأتي بعده كان يجوز. لكن هي الآن ظالمة أصلا، لأن نعم هي ردت الظلم بظلم الأخر في هذا الباب. نعم. ومع ذلك أنا لا ألومها، لأنها تحافظ على شرفها وعلى يعني على نفسها. لكن كما قلت المال قد لا يكون حلالا لها، المهم هي تحاول كما كان أن تراجعه. نعم. وتقول له أنت أسأت وتعديت، وهذا المال أنت راضي عنه ولا لا، بحيث أنها تسحب منه الرضا فتأخذ هذا المال له. نعم جزاكم الله خيرا. أيضا يقول شاب عمره 21 عاما، يقول إن والده دائما على خلاف مع والدته، وأنه دائم الانفعال ولا يستطيع ولا يستمع إليه ولا يشعر بحنوه كأب. في قسوة من ناحية الأب يعني، حتى أن كل ذلك أثر على عمله، هو لا يعرف كيف يتصرف معه، ويقول إن نفسيته تعبت ويحتاج إلى توجيه من فضيلتكم ماذا يفعل مع والده، وكيف يتقرب إليه، وكيف يحل المشاكل بينه وبين والديه. بداية لابد من البر، يعني في هي مشكلة أسرية، أب يسيء العشرة مع الأم ويسيء العشرة مع التعامل مع الابن، وده أثر على نفسية الابن وعلى حياته كلها. أنا أقول أولا أنت ملزم بالبر، وإن بخسك حقك لابد أن تؤديه حقه. وقضى ربك لا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا أمك ثم أمك ثم أمك ثم أبوك. وأيضا قال الله تعالى عن الكفر وإن جهداك لتشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروف. جاءت أسماء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله إن أمي أتت إلى المدينة وهي طامعة تطمع أن أصلها، قال سلي أمك. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لأهل مكة، من أهل مكة من الكفار، قال لكم رحم أبلها ببلالها، وقال بلوا أرحمكم ولو بالسلام. فالبداية لابد أن يبر بوالدي، لابد يبر بوالدي، يسمع له، يطيع، يحسن إليه، يترفق، يكون هينا لينا في التعامل معه. هذه الأولى. الأمر الثاني، إذا كان في مآخذ والوالد في قسوة، فهو يمكن أن يعالج ذلك بأنه عندما يرفق به يقول تعرف يا والدي صديقي فلان أبوه فعل معه كذا، أبوه عمل، يعني يحث بإيش؟ بالغير، بذكاء، بلطف،
وبرفق، وايضا ما يتكلمش على اساس ان المخالف لكده فيه نقص، لانه هذه اشاره للنقص هتكون فيها مشاكل كبيره في اشاره النقص. فان كان كذلك فانه يعالج هذا. وانظر ايضا لما هو قاسي، نشوف الاسباب. ما انت الطبيب الماهر هو الذي يعطي تسكين الصداع، والذي يجدث الصداع من مكانه. الطبيب الماهر من الطبيب الماهر هو الذي يضع على اصل، يضع يده على اصل العيب، اصل المرض، اصل العطب، ويبدا يعالج فيه. فهو ينظر في اسباب القسوه واسباب التعامل، ايه الاسباب. ممكن اصلا يقسو على المراه، او المراه هي التي تاتي اخطات في حقه، ممكن وارد الغير وارد، وارد. ممكن يكون الولد ايضا يعني بيتصرف تصرفات هو يراها ليس فيها ثمة شيء، وتكون مسيئة. هو يبدو ان هو يعني شاب ده 21 سنة، مش عامة. انا اقول له في الحالتين يعني بر وارفق وحاكي غيره من اجل ان يأتسي به، وراجعه، لكن راجعه بكل لطف ورفق وادب. هي الاشكالية ان النفسية تعبت، ويعني عايزين نصيحة برضو للوالد. الوالد بقى لابد نقول له اتق الله ربك، كيف ستضيع اولادك بهذه الطريقة. والقسوة اصلا لا يعني غير ممدوحة. قال الله تعالى ولو كنت فظا غليظا لانفضوا، غليظ القلب لانفضوا من حولك. وقال الله تعالى فبما رحمة من الله لنت لهم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما كان الرفق في شيء إلا زانة، ونزع من شيء إلا شانة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا ويعرف العالمين حق. فهذه كلها عليه أن يتقي الله ربه، وأن يرفق بأولادي، وأن يرفق بامرأتي، وأن يحسن إليهم. وكلما أحسن الله عليه، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. يصبر على ذلك وثابر على حسن التعامل. وأيضا المرأة لابد كلها يعني جانب قوي من أنها كلما أسعدته كلما تراجع عن القسوة بعض الشيء. لأن أجد أن في جانب خفي هنا يعني يمر يدعى القسوة. الرجل مش هيكون قاسي على طيلة الدوام، وهو أصلا والرجل أصلا بيتمنى أن يرى لينا من المرأة عشان يعني يرتاح نفسيا، مشاعره تهدأ، طبائعها فيها غلظة، نسأل الله العافية. أنا عم لكن في أسباب بتجعلها تثور النساء يعني نعم. يعني تجعلها تثور، تفور، تتعالى، تتسامى. فنقطع الأسباب دي، نسأل الله العافية. نعم شيخنا الكريم، بارك الله فيكم ورضي الله عنكم ونفعنا الله بعلمكم. نعم شيخنا الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هي تقول أنا كلمت رجل أجنبي على التليفون فترة كلام فقط، وندمانة جدا على ما فعلت، كنت في غفلة وتبت إلى الله ولم يعلم زوجي، فهل لازم أخبر زوجي حتى يسامحني؟ الله سترني وأنا أخاف يوم العرض على الله، ماذا أفعل؟ هي تابت وندمت الحمد لله، وأسأل الله أن يستر النساء والرجال. تابت وندمت في ذلك فلا تخبر شيئا ولا تخبر أحدا، وما دام الله ستر فإنه يغفر يوم القيامة. تكثر من الحسنات وتكثر من الخير لزوجها، تكلمه كثير، ترفق به، تبادله المحبة والعطف، هذا إن شاء الله الذي يصل بها إلى. طب كيف يعني في ظل السوشيال ميديا الأمور دي بقت كتير إلا من رحم الله؟ الله يغفر لنا، ربنا يستر النساء ويستر الرجال، يغفر لنا، وأسأل الله أن يستر الجميع والله يفضح أحدا. آمين يا رب العالمين. كيف نسد الذرائع شيخنا كريم للمنع، من باب الوقاية خير من العلاج؟ سألت عليلا والله، لكن الأسباب في هذا الباب أنه أصلا يقطع التواصل، يلغي هذا الباب، ما يجعله موجودا، يعني لا بتر. لو وجد الفتنة أو وجد أنه مفتون يغلق الأبواب، يعني ولا يفتح على نفسه هذه الأبواب. نعم. سؤال. نعم شيخنا الكريم، من سائلة تقول إنها امرأة بيضاء وأسنانها تغير لونها بسبب دواء كانت هي بيضاء وأسنانها تتغير بسبب دواء كانت تتلقاه في طفولتها، فصارت أغمق بعض الشيء ويظهر ذلك مع لون بشرتها بشكل أكبر، فما حكم وضع قشور الأسنان التي توضع على الأسنان عند الطبيب ودون ضرر يذكر، وتكون طويلة الأمد أو تدوم العمر؟ يعني ستضع طبقة بيضاء على أسنانها عند طبيب الأسنان حتى لا يظهر هذا اللون اللي هو يعني يظهر مع لون بشرتها، شيخي كريم كما قالت. الذي فهمته من السؤال أن بشرتك بيضاء وأسنانها كانت بيضاء، والدواء هو الذي عكر عليها هذا، أخذته في الطفولة، صح كده؟ فأنا أقول إذن إذا وضعت الطبقات، أنا أقول بالجواز أن تضع هذه الطبقة لأن تعود على ما كانت، سواء كانت مؤقتة أو ديمومة، بأنها تضعها لتعود
مثل ما كانت لا زيادة. مثل ما كانت، لأن ده عودها لمثل ما كانت يعتبر علاج، والعلاج في ذلك جائز. أما إذا كان في زيادة على هذا الباب وتدخل، يبقى يكون هذا يدخل هيدخل في التغيير من خلق الله جل في علاه، هذا لا يجوز. كالوشر وغير الوشر، الوشرة والمتوشرة والمتفلجات الحسن، هذا كله تغيير خلق الله. فإن أعادت اللون إلى أصل خلقته جاز، لأن تغييره من غير بعيد عن أصل خلقه، تغيره ليس كأصل خلقه، فلها أن تستعمل ما يعاد ويرده، يعني كنوع من العلاج ليعود الأمر إلى أصل، تعيده إلى أصل خلقه جاز ذلك، سواء مؤقت أو عديم. نعم دكتور محمد جزاك الله خير. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لي أخت مخطوبة لرجل هو غير مصري وهندية وغير قادر ماديا، وهي تريد مساعدته لأنه أجنبي ولا يملك شيئا ولا يعرف أحدا ليساعده، فتسأل عن جواز حرق البضائع، أي أنها تشتري بضائع بالتقسيط وتبيعها يعني بتشتري من أجل أنها تريد المال تورط لكي تحصل على المال لتتم يعني ليتم الزواج. إن كانت تحتاج للزواج وهو لا يستطيع وما عندها أي طريق إلا بهذا الباب، قد أجاز التورق الأئمة الأربعة، وإن كان عمر بن العزيز يحرم ذلك، وابن تيمية يرجح هذا التحريم، وأنا أميل مع ذلك، لأنه هي تشتري أشياء بالتقسيط بتشتريها شوف وبيعها بأقل من سعرها وهيبقى الدين من جهة، وبتبيعها لجهة أخرى بالكاش بالكاش بس أقل أقل من السعر، بتشتري 120 بتشتري وبتبيع 80 وهيبقى وتاخد داتا تسهيل وهيبقى الدين عليها طبعا تعطيه. والتسهيل هذا من أجل الزواج. فإن كان في مصلحة هنا للزواج وهي تخشى نفسها الفتنة وأن زوجها ما يستطيع وما عنده، الأئمة الأربعة قالوا بالجواز. ولكن كما قلت عمر بن عبد العزيز، وقد يكون القول ابن عباس أيضا بأنها لا بأن التورق لا يجوز، لأنه من باب التحايل على الربا. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم قاتل الله اليهود، إن الله حرم عليهم الشحوم فجملوه فأذابوه فباعوه فأكلوا ثمنه. وأيضا قال ابن تيمية في هذا الباب، قال هذه زريعة إلى مسألة الربا، تورق دراهم، كما قال ابن عباس دراهم بدراهم بينهما حريرة. السيارة دي مش مرادة بأي حال من الأحوال، السلعة دي مش مرادة بأي حال من الأحوال، هي دراهم بدراهم. نعم. لكن كما في حيلة يعني. نعم. لكن أقول كما قلت، هي مندوحة عن الربا، والمسألة خلافية، والأئمة الأربعة قالوا بذلك. فإن كانت خشت نفسها في ضغط الشهوة وتريد مساعدة الزوج ليها تزوج فلها غير موجودين وكده وتريد المساعدة، أهم حاجة يكون مسلم، أن يكون مسلما دينا وأن يحافظ عليها الأئمة الأربعة قالوا بذلك فيها. جزاكم الله خير. هذه المصلحة أنا أخفف فيها من أجل هذه المصلحة. نعم. وإلا فأنا أشدد فيها. جزاكم الله خير. دكتور محمد سائل يقول هل هناك دليل على أن آدم كان نبيا؟ سبحان الله. نعم. هو أول نبي، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فآدم كان نبي، وصح عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال بذلك. يعني هو نبي، أول نبي طبعا، أول نبي لأبنائه، هو أول نبي. نعم عليه السلام. سائلة كريمة تقول إنها طلقت للمرة الثالثة وتسأل هل لها من رجوع لطريقها بغير محلل أو تمام كده؟ بغير محلل لأنه يرفض المحلل، ونرجو منكم كلمة شيخنا لمن يتصورون أن فعل المحلل جائز. يعني أولا لا يجوز المرأة أن ترجع إلى زوجها بعد الحمد لله والصلاة والسلام، لا يجوز المرأة أن ترجع إلى زوجها بعد الطلاق البائن بينونة كبرى، هي الطلاق الثالث يعني، لأن الله تعالى قال فإن طلقها الثالثة فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، فابتداء أن ترجع له لا يجوز لأنها بينونة كبرى. طب يبقى لنا لابد أن تنكح زوجا غيره. المحلل قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم هذا التيس المستعار، تيس المستعار صحيح، تيس المستعار تيس المستعار. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله المحلل والمحلل له ملعون. وهنا الأئمة الأربعة يقولون مطلق لا يقتضي الفساد. إذا عقد عليها محللا باتفاق بينهم حتى لو دخل بها فإن العقد باطل وهذا زنا، ما يجوز بحال من الأحوال. يعني ما ينفعش يرجع لزوجها إلا أن تتزوج زواجا حقيقيا. نعم. من رجل آخر طلقها. نعم. أو مات عنها ما طلقها مات عنها. وأيقى يعني سأبين أمر آخر،
انه بعض العلماء قال لو عقد عليها وطلقها ترد، وده قول سعيد بن المسيب، وقول اعتبره شاذا. قول الائمه اجمعين قالوا بانه لابد ان يدخل بها زوجها، لابد ان يدخل بها. والدلاله على ذلك صريحه جدا في حديث النبي ان امراه ابن الزبير قالت يعني، او امراه جاءت النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله اني تزوجت فلان فطلقني فبت طلاقي ثم تزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير، واني معه كهدبه الثوب، وحركت الثوب هكذا على اساس ان هو يعني ضعف في الجماع. واني معه كهدبه الثوب. فقال طبعا عبد الرحمن الحارس صرخ قال اترى ما يقال في حضره النبي صلى الله عليه وسلم؟ عليه الصلاه والسلام. والنبي فهم ما تريد، قال تريدين الرجوع الى رفاعه؟ لا، حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتك. طب هب ان هذا التيس المستعار اتفق مع الزوج الاول انه خلاص سيبني بها وبنى بها حتى لو بنى بها اتفاق. هذا زنا 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 ما يجوز طالما في عقد واتفاق. يبقى صوره اختلف فيها الفقهاء ان هي تجيب واحد وتطهقه في حياته، يعني هي تاتي بواحد يتزوج ضحية، يعني تجيب ضحيه كمان تضحي به فاهم، يتزوج رجل داخل عن متزوج وهي سلمت له نفسه هي خدعت الثاني. هو ده المساله بقى عندها كثير من الفقهاء يقولون هذا يجوز، يجوز ان تعود ذلك لان فيش ولا اتفاق ولا المساله هي ما كرت به ليدخل ويطلق ويتذهب الى. وهل هذا جائز ان تفعل؟ والله هذه المساله فيها نظر يعني، لكن كظهور العقد صح، هذا ما فيش محلل ولا محلل فاهمني، وبخاصه ده الثاني لا يعلم ولا احد يعلم ولا لا الداخل يعلم ولا الثاني يعلم، وهي اللي دبرت كل شيء. والمراه لا يستعصي عليها امر مثل هذا صلى الله عليه وسلم. فان فعلت يعني شفعيه وغير شفعيه يقولون بان العقد صحيح وانها لها ان ترد الى زوجها بعد ذلك. نعم شيخنا الكريم وربنا يعفو عن الجميع. امين. سائل يسال ما الصنف من الناس الذين سيكونون في الدرك الاسفل من النار؟ ده المنافقون، نسال الله السلامه. هؤلاء اسوأ خلق الله على الاطلاق. المنافقون اسوأ خلق الله على الاطلاق. قال الله تعالى ان المنافقين في الدرك الاسفل من النار. ولذلك المنافق يعوذ بالله في الدنيا وفي الاخره، عنده في الدنيا مرذول مردود، وفيه ايضا يعني السوء كل السوء فيه. ولذلك امر الله بالتجنب. قال ولو ارادوا الخروج اعدوا له عدتهم ولكن كره الله بعثهم فثبتهم وقيل قعدوا مع القاعدين. وايضا الله تعالى يبين انهم لو اظهروا نفاقهم يقتلون، وطبعا هذا منوط بولي الامر. ملعونين اينما ثقفوا اخذوا وقتلوا تقتيل. سلم يا رب. اتى امر الله فلا تستعجلوا. نعم. نعم شيخنا الكريم، ما المقصود في هذه الايه الكريمه بالامر؟ نعم. اتى امر الله يعني قيام الساعه. كما عليه جمهور اهل العلم من المفسرين. اتى امر الله يعني اتت الساعه. وامر الله هنا الحساب. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول كيف انعم وصاحب القرن قد التقم القرن ينتظر ان يؤذن له فينفخ في السور ونفخ في السور فصعق من السماوات في الارض الى من شاء الله ثم نفخ فيه اخرى فاذا هم قيام ينظرون. فامر الساعه الامر هنا يقصد به الساعه، اقتربت الساعه وانشق القمر. يعني الاخبار باتى هنا الاخبار باتى بالفعل الماضي طبعا. نعم هو ليش هذا؟ مع انه سياتي لكن الامر الماضي. لما؟ لأن الله إذا كتب شيئا لابد أن يحدث، وإذا قال شيئا سينفذه. في حد جابر الله على شيء؟ في حد لله. يعيد يستطيع يعاود الله على شيء؟ قال إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. لذلك قال أتى، ما في مراجعة لله جل وعلا، انتهى. حتمية القيامة، حتمية أمر الساعة في هذا الباب، ولا مرد لقضاء الله جل وعلا. دكتور محمد حسن عبد الغفار جزاك الله خيرا، ومتعكم الله بالصحة والعافية ونفعنا الله بعلمكم. أمين. جزاك الله خير. أسأل الله عليكم ورفع الله مقامكم. اللهم أمين. المشاهدون الكرام والمشاهدات الكريمات، هذا وبالله التوفيق. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك ربي وأتوب إليك. دمتم في طاعة الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.